البطارية في خطر، مخزون العالم من الليثيوم مهدد، فما الحل؟ هل تعرف بطاريات الليثيوم؟ تلك البطاريات الصغيرة التي لا يوجد جهاز كهربائي أو إلكتروني إلا ويحتوي عليها، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الحاسوب النقالة بل حتى السيارات. يبدو أن هناك أزمة عالمية على الأبواب حول توفر هذه البطاريات. ليست بسبب البطاريات نفسها، ولكن بسبب ذلك العنصر الأساسي الذي يدخل في تركيبها والمسمى الليثيوم. رغم أن البطاريات أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فإن ثورة البطاريات الحقيقية ما تزال لم تأتي، لكنها على وشك الوصول. يمكننا أن نضرب المثل هنا بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. ففي سنة 2019 كان عدد السيارات الكهربائية على طرق العالم يزيد قليلا على 7 ملايين سيارة. هذا الرقم متوقع أن يصل إلى حوالي 200 مليون سيارة بحلول سنة 2030. وإذا ما أضفنا توجه العالم نحو الكهرباء الخضراء من توربينات الرياح والألواح الشمسية، والتي تعتمد أيضا على البطاريات الضخمة التي يمكنها تخزين الكهرباء عند الحاجة إليها، فإننا أمام موجة هائلة من الاعتماد على البطاريات. من أجل ذلك تضخ كثير من الشركات حول العالم مليارات الدولارات في مصانع البطاريات لتلبية هذه الحاجة المتزايدة، لكن هذا بالطبع سيتطلب الكثير من الليثيوم. والمشكلة أنه ليس من الواضح ما إذا كان بإمكاننا تعدين ما يكفي من هذه المادة لمواكبة الطلب المتزايد دون أن نتسبب في تدمير الطبيعة. ما الذي يعنيه هذا؟ ببساطة هذا يعني أن العالم سيصل قريبا إلى نقطة معينة يصبح فيها الليثيوم نادر جدا أو مكلف ليكون العنصر الرئيسي في ثورة البطاريات القادمة، ومن ثم نحتاج إلى البحث عن بدائل وبسرعة كبيرة. أزمة الليثيوم حول العالم. بدأت هيمنة بطاريات الليثيوم في سنة 1980 عندما طور الكيميائي جون جودنو نموذجا أوليا كان أقوى من أي نموذج آخر لبطاريات الليثيوم في ذلك الوقت، وهو النموذج الذي حصل بسببه على جائزة نوبل لاحقا في سنة 2019. منذ ذلك الوقت سرعان ما هيمنت بطاريات الليثيوم على السوق وظلت مهيمنة. إذا ألقينا نظرة على الجدول الدوري سيظهر لنا الليثيوم في الجزء العلوي من معادن ما يسمى المجموعة ألف، وهي مجموعة من العناصر تميل ذراتها إلى فقدان إلكترون لتتحول إلى أيون موجب يحمل شحنة موجبة واحدة. سنلاحظ أيضا أن الليثيوم هو الأصغر والأخف وزنا في هذه المجموعة، وبالتالي فهو يتمتع بأعلى كثافة شحنة، وهو ما يعني أن بطارية الليثيوم تمتلك طاقة أكبر من بطارية من الوزن نفسه مصنوعة من مجموعة أخرى من المعادن. لكن بطاريات الليثيوم تأتي مع مشكلات بيئية خطيرة، فرغم أن الليثيوم ليس من أنذر المعادن على كوكب الأرض، فإن الإنتاج الأكبر منه يأتي من مكانين. الأول هو مناجم في أستراليا، والثاني هو المسطحات الملحية في مثلث الليثيوم حول حدود تشيلي وبوليفيا والأرجنتين بأمريكا الجنوبية. في أمريكا الجنوبية تجمع المحاليل الملحية المحتوية على الليثيوم، ويسمح لها بالتبخر لإزالة الشوائب. هذه العملية تتطلب 1.9 مليون لتر من المياه لكل طن من الليثيوم، وهي كمية هائلة تجعل المزارع والمجتمعات المحلية تصاب بالعطش. وجود الليثيوم في عدد قليل جدا من البلدان يجعلنا عرضة لخطر حدوث اضطرابات جيوسياسية بين المنتجين وكبار المستهلكين، مثل الصين التي تتميز بطلب عال من مصانعها على الليثيوم فيما ينخفض العرض أكثر وأكثر. ملح الطعام البديل الأسهل. لكن ماذا لو تمكنا من صنع البطاريات باستخدام مادة شائعة جدا لدرجة أنه لا يخلو منها مطبخ حول العالم؟ يعمل الباحثون منذ سنوات على بطاريات لا تعتمد على الليثيوم بل على العنصر الأقرب له، وهو الصوديوم، وذلك العنصر الذي يدخل في تركيب كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام. ورغم أن الأمر لم يكن سهلا، لكن أخيرا قد يكون لدى العلماء طريق للخروج من هيمنة الليثيوم. عند النظر إلى المجموعة الأولى في الجدول الدوري للعناصر سنجد أن الصوديوم يوجد أسفل الليثيوم. من هنا اقترح العلماء استخدام الصوديوم بدلا من الليثيوم. مشكلة الصوديوم أنه أثقل من الليثيوم، لكنه على جانب آخر قريب كيميائيا منه، كما أنه لا يملك المشاكل البيئية الخاصة نفسها أو القيود الجغرافية.
لكن الصوديوم ليس حلا تلقائيا أو بديلا كاملا للليثيوم، الأمر ليس بهذه البساطة. المشكلة الأساسية أنه أثقل قليلا، فكتلته تصل إلى 23 بينما كتلة الليثيوم 7. ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي في مقدار الجهد الكهربائي للبطارية، وهو ما يعني انخفاض الحد الأقصى من العمل الذي يمكن أن تقوم به البطارية. الجهد الكهربائي الناجم على بطاريات الليثيوم هو سالب 3 فولت، وهو أفضل قيمة من أي معدن آخر، بينما يأتي الصوديوم خلفه بمقدار سالب 2.7 فولت. من أجل تعويض هذا الانخفاض نحتاج إلى استخدام المزيد من المواد في البطارية، وبالتالي ستكون البطاريات أثقل وزنا، وهذا عيب كبير في وقت تميل فيه الشركات لجعل الأجهزة أخف وزنا. ربما يمكن التغاضي عن مشكلة الوزن عند النظر إلى تخزين الطاقة من الألواح الشمسية أو من مزرعة الرياح، لأننا نريد بطاريات كبيرة دون الحاجة للتنقل بها، لكن المشكلة ستكون في الحواسيب وأجهزة المحمول. أيضا لا يمكن استخدام أيونات الصوديوم في بطاريات الليثيوم الموجودة حاليا، بل يجب علينا إعادة تغيير وتصميم كل مكون من مكونات البطارية الثلاث، الأنود والكاثود والمحلول الإلكترونيكي بينهما ليتناسب مع خواص الصوديوم وحجم ذراته الأكبر. الخبر السار هنا أنه في جوان 2020 قدم فريق بحثي نموذجا أوليا لبطارية صوديوم ذات قدرة مشابهة لبعض بطاريات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنها أكثر من 1000 مرة مع الحفاظ على 80% من أدائها.